جابك. امشي امشي، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. جرى يا فرصه في ايه؟ ما الحياه بنب في بنب اهو. ايه يا اخويا؟ عامل لي فيها راجل قوي، البنت وجعتك قوي، مش هي اللي جايه العامه برجليها؟ في ايه بس يا مزه؟ البنت بنت حتتي، وانا مش عايزها تمشي في طريق الاكسكيوز مي ده. انت كنت هتوديني انا في داهيه لولا ان الراجل طيب عدها على خير. طب وانا؟ انت ايه؟ هاجي تاني ولا بح؟ تيجي فين بعد اللي عملته؟ هو ده شويه؟ لا، مش قلت الراجل طلع جنتل وخلاص وعدى الليله؟ عموما اللوسته لسه عايزه تشوفك. انا قلت كده برضو، قلت الحركه دي هتخش دماغها في التمام. انت نصيبك. على فكره بقى، انا هو الطيب والخير مالي قلبي، وابويا وامي ميتين. انت هتشحت؟ يلا امشي امشي، وريني جمال خطواتك. ايه، مش هنتغدى ولا ايه؟ تتغدى فين؟ انا مش فاتحه لك يا حبيبي. يلا. على فكره بقى، البان بقى يليق بيكي. يليق بيا؟ يلا يا عم. هو والله العظيم. يلا يا عم قاسم، امشي امشي. كرها عليا. طيب، خرج من الحادثه زي ما انتوا شايفينه كده، مراته وبنته راحوا. حالته كانت صعبه جدا، وخصوصا ان هو اللي كان سايق العربيه. بقول لك ايه يا هاله، ما تعملي لنا كوبايتين شاي؟ يعني هو كويس؟ متربي، ابوه مربيه احسن تربيه. ده كان قبل الحادثه زي النسمه، ما كانش يرفع عينيه فيا ابدا. عشان كده انا ما بزعلش منه ابدا، حتى لو اتعصب عليا او صدر منه كلمه كده ولا كده، لانه عارف هو اتعذب قد ايه، وان اللي فيه ده غصب عنه. عليا ايه؟ ما تستني. طب الشاي اوديهولي على اوضتي. عليا ازيك يا عم محمد؟ كويس. تحت امرك يا سمير. وين؟ ممكن لو سمحت تخرجي لي بدله سودا كده من الدولاب؟ هتلاقي في بدله عليها زرار كده على الشمال. عندي ميعاد مهم. حاضر، بعد اذن حضرتك. اتفضل. محمد، يا محمد، يا زف. ايوه سمير بيه. انت مين؟ انا هاله. مين هاله؟ انا شغاله جديده هنا في المطبخ. محدش قال لي يعني. طيب تعرفي تعملي قهوه؟ طبعا هاله. طب لحظه، تعرفي قهوتي ايه؟ لا مؤاخذه، قهوه حضرتك ايه؟ مظبوطه وبسرعه. ايوه جيبيها الاوضه. حاضر. يلا ما يلا. عليا. نعم يا استاذ سمير. خرجت البدله؟ هي على السرير. طب كويس. القهوه يا سمير بيه. ممكن تحضر الحمام؟ طي عندك. حاضر. خدمه تاني؟ لا متشكر. أي خدمة تانية يا أستاذ سمير؟ لو سمحت بس بعد ربع ساعة ارجع عشان تساعدني في اللبس. حاضر، تحت أمرك، عن إذنك. ايه مالك يا عليا؟ في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ قلبي مقبوض وقلقانة قوي. من ايه؟ سمير بيه مش مطمنة له خالص. يا عليا انت مش هتلاقي ناس أطيب ولا أحن من اللي موجودين في البيت هنا. أيوة بس هو مش مريح حبتين. طب تعالى وراي. دي
دي بنته الله يرحمها، كان عندها 6 سنين، ودي الست ايمان مواطو، كانت ست حنينة جدا وقلبها كبير، ما كانش حد يشوفها اللي كان لازم يحبها. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت كانت عايزه تسافر الساحل، هم عندهم فيلا هناك، والمكان اللي اتقلبت فيه العربيه ما كانش فيه ناس ولا اسعاف عشان حد يلحقهم. واول ما فاق الدكاتره قالوا له انهم لو كان لحقوهم قبلها بساعه كان ممكن يبقى فيه امل. عشان كده تلاقيه دايما متضايق وعصبي ومتضايق من الناس، حاسس انه مش هو لوحده السبب في موته. هني حلوة قوي، ما خدتش بالي لغاية دلوقتي. ادخلي يا علي. لا أنا مش علي، أنا هال. أمال فين علي؟ معرفش. هو حضرتك ما شربتش القهوة ليه؟ ما عجبتكش ولا إيه؟ لا أنا بشربها برد. ممكن تلبسيني الجاكيت لو سمحتي؟ آه أوي أوي. بعد إذنك إيدك؟ إيدك التانية؟ ماشي ماشي تمام. هحضرلك بس الجاكيت. خدمة تانية؟ شكرا. طبعا إذنك. أكيد يعني أبوي عيان، مش معقول يكون عارف المرمطة والبهدلة اللي أنا فيها دي يكون سايبني كده. أكيد عيان. والنبي ما تقول لأ. ماشي ماشي يا تميمة، خشي نامي وصباح أرواح. إيه تاني؟ كنت يعني عايزة أستأذنك أنزل بقى شغلي. لا دي بقى لا. معلش يا شيخ زياد، أنا مش متعودة يعني على الأكل والنوم والراحة دي، عايزة أنزل أشوف مصلحتي. طب أنتِ بس اهدي كده لغاية ما نشوف لك شغلانة كويسة غير الشغلانة اللي كنتِ بتشتغليها دي. طب معلش، أنزل أروح الشغل بتاعي لغاية ما نلاقي شغلة تانية. يا بنتي طب بقول لك إيه؟ تيجي نأجل الكلام في الموضوع ده لغاية ما ترجعي من عند أبوكي. ماشي. يلا. خشي نامي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. كملي، هو في حاجة مضايقاكي؟ لا أبدا، أنا مبسوطة إن أنا قاعدة معاك. أمال أنا حاسس إنك أنتي مش مبسوطة خالص. لا خالص يا سمير، ما تقولش كده، أنا أسعد وقت في حياتي هو الوقت اللي أنا بقضيه معاك. على فكرة أنا لغيت اتفاقي مع مكتب ديكور، عايزك تشوفي مكتب تاني. هو أنت برضو نفذت اللي في دماغك؟ هو أنا مش قلت لك لنا مرتاحة مع المكتب ده يا سمير؟ وأنا مش مرتاح عشان أنا متناقش معاهم في الألوان وطلعوا ما بيفهموش، ما عندهمش ذوق. أنا عايزة أعرف حاجة واحدة، هيفرق معاك إيه ده ولا ده ولا ده؟ هو مين اللي مرتاح ولا مين اللي هيشوف المكان، أنا ولا أنت؟ معاك حق. سمير سمير، هو انت زعلت مني؟ انا مش قصدي يا حبيبي، انا قصدي ان انا العروسه وان انا اللي من حقي اختار. خلاص انا قلت لك معاكي حق.